فن الإلقاء التلفزيوني. تتنوع البرامج في الإذاعة والتلفزيون وتتنوع أساليب الإلقاء فيها، فهناك برامج إخبارية، وهناك برامج ثقافية، وأخرى علمية، وأخرى رياضية، وأخرى ترفيهية، وغير ذلك. فإذا ما تكلمنا عن الأخبار والتعليقات السياسية والرسائل الصوتية والصورية، فإنها تأخذ طابعاً مميزاً يعتمد على ما يمكن تسميته التغرافية، وذلك باستخدام جمل قصيرة وبتلافي الاستطراد والابتعاد عن الأفكار الرئيسية أو المعلومة المقصودة التي يراد إيصالها إلى المستمع. وطابع التلغرافية يتسم بالرتابة نوعاً ما، وما يبعد عنها هذه الصفة هو التنويع البسيط في قوة الصوت ودرجة وسرعة الكلام بين وحدة وأخرى. ولكل برنامج إخباري مقدمة أو تمهيد قبل الدخول إلى الموضوع الرئيسي، ولكل منها خاتمة أو استنتاج أو نهاية. ولا بد للمذيع أن يتذكر أن المسافة بينه وبين المستمع قريبة جدا، وعليه أن يراعي مسألة الألفة هذه ويخفف من قوة صوته. أما مقدم الرسائل الإخبارية فعليه أن يراعي المسألة نفسها، ولكنه في ذات الوقت يجب أن يقدر أنه في فضاء أوسع وفي الواقع على مسافة بعيدة من المستمع، فعليه أن يوحي ببعد المسافة حيث أن الحدث يقع في مكان بعيد. ولا بد للمذيع في البرامج الإخبارية وغيرها أن يتأكد من لفظ الأسماء والعناوين والأماكن الأجنبية بشكل صحيح، لكونه إذا أخطأ في ذلك فسيثير الضحك أو الاستخفاف بجهله. ولا بد للمذيع أو مقدم البرامج الإخبارية أن يراعي أيضا زمن تقديم البرامج وما يصاحب إلقائه من حيوية ونشاط وقوة. فأخبار الصباح مثلا تستدعي بث الحيوية والنشاط في نفوس المستمعين، بمعنى أن تكون قوة الصوت أقوى وأن تكون سرعة الإيقاع أسرع، ففي ذلك تحفيز لبدء العمل. أما أخبار آخر الليل فتستدعي عدم إثارة أعصاب المستمعين وعدم تحفيزهم، لأنهم سوف يخلدون إلى النوم بعد الانتهاء من سماع البرامج. التقرير لمصادر.